يا مساء الورد والفل والجمال على عيون حضراتكم، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سوبر ليج. مفيش حاجه امتع ولا احلى من اللي احنا شفناها من مانشستر سيتي قدام ريال مدريد، مش علشان الرباعيه او علشان شكل الاداء اللي كان بالنسبه للسيتي او لجوارديولا في الشوط الاول تحديدا هو افضل وارقى ما يمكن، بل لان احنا ما شفناش ملحمه بالشكل ده على مدار سنين طويله جدا بنفس القوه والحده اللي عملها جوارديولا ومانشستر سيتي، لدرجه انه في كتاب كتير على مستوى العالم شافوا ان العرض ده واحد من افضل العروض اللي اتقدمت في تاريخ كره القدم، مش بس على صعيد دوري الابطال. بعيدا عن مهاترات لجماهير مش حابه ريال مدريد، مش حابه كارلو انشيلوتي، فرحانه في اللي حصل في ريال مدريد، لكن ده مش لب الموضوع. ما بين حالات ولقطات مذهله ونوعيه لعيبه دخلت في عقل بيب جوارديولا وخرجت منه بافكار خلتها في أرض الملعب بمنتهى القوة والحدة والحرفنة والاكتمال إن صح التعبير. أنا كان بالنسبة لي في الحلقة هنا مهم أقف عند حاجة مهمة جدا بخلاف التحليل، ليها علاقة بأنه إزاي الراجل ده قدر على مدار السنين اللي فاتت كلها يحافظ على نفس الشغف، الاستمرارية، القدرة على التطوير، تمسك بمبدأه وطريقة لعبه للي يخليه لما يحقق فوز على ريال مدريد بطل دوري الأبطال يكسبوا بأربعة ويكسبوا على طريقته الخاصة. إزاي قدرت تعمل كل عوامل النجاح؟ الموضوع له جانب تكتيكي طبعا، لكن أنا بالنسبة لي كان الموضوع في سكة تانية خالص. واحد من كبار الكتاب الصحفيين على مستوى العالم وهو جيم بالاج. بالاج ده راجل كتب عن جوارديولا وعن ميسي وعن كريستيانو وله مؤلفات وشغال صحفي ومحلل في سكاي سبورتس وفي البي بي سي. كتب مقال من حوالي 5 سنين على البي بي سي بيشرح فيه انه ازاي جوارديولا هو جيفارا كرة القدم اللي بيقود الثورة الجديدة. المجلد ده فيه عدد صفحات مهول بيشرح كل حاجة مر بيها جوارديولا من يوم ولادته لغاية نهاية الموسم الثاني مع مانشستر سيتي. بشكر زميلتي وصديقتي العزيزة سارة حسين اللي عملت هذه الحلقة والفقرة دي امبارح في الراديو عندنا في اون سبورت اف ام مع صديقي ويليام فرانسيس، ومن هنا هاخد شويه حاجات ليها علاقه بالكوره، وقد يكون المعلومات اللي جايه دي لاول مره لان جزء منها كان بالنسبه لي مذهل وجديد، فقد يكون في اللي جاي ده حاجات اول مره تعرفها او تتفاجئ بانك تعرفها عن بيب جوارديولا. جوارديولا لما ابتدى الثوره في كره القدم بمفاهيم جديده كان في 7 صفات او 7 حاجات موجوده بقصص ومواقف موثقة في تاريخها تخليك تبقى قادر فاهم الراجل ده وصل النهاردة ازاي الى هذا الامر وازاي قدر يحافظ عليه. اول حاجة هو المبدأ اللي جوارديولا اتبعه من اول يوم دخل فيه التدريب ولحد النهاردة. بيقول بقى جيم بالاج عن ده ايه؟ مبدأ جوارديولا كان في لعبة كرة القدم قايم على انه اصبح اللاعبون يلعبون بالكرة، لذلك دعهم يحصلون عليها قدر الإمكان ودعونا نبني على فكرة الحصول عليها طوال الوقت، لكن في نفس الوقت طول ما الكرة في رجلك الكرة تحرقك، يجب أن تعطي زميلك الكرة بأسرع ما يمكن، تلعب بسرعة وبشكل بسيط، وعندما تخسرها تسترجعها بأسرع ما يمكن. خد بالك أن جيمي بالاج أو جوليان بالاج قابل جوارديولا وقابل كل الناس اللي كانوا في محيط جوارديولا من ايام برشلونه ولحد السيتي. فالكلام اللي قايله ده هو على لسان جوارديولا او على لسان من كانوا محيطين بجوارديولا. كان المبدا لازم الكره تكون معاك. ولما تخسرها لازم تجيبها. ولما تجيبها ما ينفعش تفضل في رجلك كتير. فلما يصرخ على دي بروينا في مباراه الريال والسيتي على انه خسر الكوره 3 مرات وعلى انه في التحول لازم تهدى وتاخد القرار المظبوط، تفهم انه لما بيهاجم بيهاجم اللي ليه علاقه بمبدأه. وكان ده رقم 1. لما حط المبدأ كان لازم يكون متطلب. لازم لما تكون في ملعب جوارديولا تكون بتعمل كل حاجه. ولما تروح على الدكه زي ما جوديونسن راح له في يوم من الايام وساله كما قال بالاج. راح له مره بعد التمرين وقال له أنا معاك في برشلونة وقاعد على الدكة، إيه اللي يخليني ألعب معاك بشكل أساسي؟ أديلك إيه؟ قال له تديني حياتك.
حياتك. لازم اللي ينزل معايا في أرض الملعب يدي كل حاجة. حياتك دي في كرة القدم ده اللي بيطلبه جوارديولا. فنرجع تاني لمثال دي بروينا، إن جوارديولا كان دايما رغم إنه شافه هو من يجلس على الترابيزة المجاورة ليونيل ميسي، يعني دي بروينا في عقل جوارديولا هو تاني لعيب يتحط بعد ميسي بشكل مباشر. فلما تقعد في الترابيزة المجاورة لازم تكون أول حد ربنا تقدك. أنت لازم تكون ديناميكي أكتر، أنت لازم تشارك في اللعبة أكتر، أنت لازم ما تكتفيش إنك بتصنع وبتسجل. المتطلب مع جوديونسون لو أنت على الدكة، ومع دي بروينا لو أنت في أرض الملعب. كان الجميل وبلاك بيروي مؤشرات ومتطلبات وأساسيات ثورة جوارديولا اللي خليته جيفارا إنه يضرب حاجة مهمة جدا، إن جوارديولا في المرحلة دي هي مرحلة المعلم. بمعنى إنه مش نازل يفرض عليك حاجة، لكنه نازل يشرح لك ويقول لك أنا عايز إيه. وقاد هذا في بداية الأمر إلى قصص كوميدية جدا. جوارديولا لما راح برشلونة شرح للعيبة أنا محتاج إيه في أرض الملعب. اللعيبة فهمت، لكن شخص واحد كان عايز توضيح أكبر وهو فالديز حارس المرمى. بيقول بلاج على لسان فالديز إنه فالديز في إحدى المحادثات بعد نهاية حصة تدريبية شرح فيها جوارديولا هو عايز إيه، راح وقال له هل يمكنني التحدث معك يا سيدي؟ جوارديولا بابي مفتوح دائما. فالديز أريد أن أسأل عن شيء واحد فقط لا غير، كل ما تتحدث عنه جيد جدا، ولكن فقط إذا أراد قلب الدفاع الكرة. لو المدافع بتاعنا عايز يستلم الكرة في رجليه، لأن جوارديولا قضى كل الساعات الأولى على فكرة البونة من ورا، هسلم قلب الدفاع وهنطلع بالكرة من ورا. ففالديز مش فاهم إزاي ده هيحصل، إزاي قلب الدفاع اللي هو أكتر حد يكره الكرة تيجي في رجله هو اللي هيبدأ كل حاجة. فجوارديولا قال له سأتأكد من أن قلوب الدفاع سيحتاجون وسيريدون الكرة. الموضوع ده كان في حالة خاصة جدا بالنسبة لفالديز، لأنه في نهاية المحادثة باعترافه الشخصي ما كانش عنده أي معرفة تكتيكية من أي نوع، لكن بعد 4 سنوات وبعد ما جوارديولا مشي يقدر فالديز أنه يحصل على درجة الدكتوراه في هذا الموضوع بكلامه الشخصي. ده من الناحية النظرية كان كافي جدا ليهم، لكن من الناحية العملية يوصل الموضوع إلى البند رقم 4، وهو أنه جوارديولا بعد ما حط المبدأ وبعد ما شرح التفاصيل وبعد ما طلب من اللعيبة حياتهم كان لازم هنا يوريهم الموضوع بعين الحقيقة في أرض الملعب فتوصل لإدمان التفاصيل. بيحكي ماسكيرانو على أنه في نهائي تشامبيونز ليج جوارديولا وبرشلونة بيواجهوا مانشستر يونايتد، فبيحكي ماسكيرانو قصة غريبة جداً. جوارديولا سحره الحقيقي لما بيكتشف نقطة ضعف في درع الخصم، لأنه هنا بيسهر ساعات علشان يشرح للعيبة إحنا هنعمل إيه. فبيقول لما فاز البارسا على يونايتد 3-1 خافير ماسكيرانو قال لبلاج لما كان بيتكلم بدأ الأمر وكأنه على وشك المشاركة، كأنه شايف المباراة وهي بتتلعب هناك. لما رحنا ولعبنا المباراة كل ما قاله جوارديولا أنا شايفه، كل ما قالوا سيحدث حدث كما قال. أثناء المباراة كنت أفكر لقد رأيت هذا بالفعل، أنا شفت الكلام ده بيحصل قبل كده، لقد سمعت بالفعل كل شيء عنه لأن بيب قد أخبرني بذلك بالفعل. إدمان التفاصيل وصل جوارديولا إلى أنك تشرح للعيبة الله هيحصل واللي بيحصل. خد بالك أنه ده راجل مش مكتمل، مفيش حد كامل. فهتيجي تقول لي ما هو خسر من انشيلوتي 4 لما كان في بايرن لان ارتكب اخطاء، وخسر الموسم اللي فات من ريال مدريد قدام انشيلوتي لان دي كره القدم. وجوارديولا بعد الماتش لما قال بلعنا السم وسكتنا بعد الفم حاجه لان دي الكوره، لان توني كروس خرج وقال على ماتش السنه اللي فاتت نخسره 10-2 بحكم الفرص، نخسره 10-2 او 10-3. فلما يقول توني كروس كده فهو فاهم كويس ان اللي حصل ده ما كانش هو السياق الطبيعي. الخمسة مهمة جدا في مسببات وبوادر الثورة او اسباب الثورة، واللي ليها علاقة بانه ازاي بعد ما نجحت وخدت تشامبيونز في التاني
خدت دوري بالسيتي بلعيبه مختلفه، ازاي انت بتحافظ على شغف اللعيبه؟ وهنا بلاج كان عنده مجموعه من القصص المهمه جدا. بيحكي بلاج على فكره انك ازاي تحافظ على النسق وتحافظ على استمراريه الشغف عند اللعيبه، بانه تمت دعوه مارك هيوز ومارك بوين الى غرفه بيب بعد هزيمه ستوك بنتيجه 7-2 في اكتوبر. سالوه عن الفتره اللي قضاها في سيتي وانه ازاي الموسم الثاني يختلف عن الاول وازاي بيستمر في تحفيز اللعيبه علشان يكسب اسبوع بعد الثاني. فبيب كان بالنسبه له شرح بسيط جدا. قال لهم انا لما يكون عندي لعيبه بتركض اكتر من اي شخص تاني زي دي بروينا وديفيد سيلفا، ايه عذر اي لاعب اخر لما اهم اتنين موجودين بيعملوا ده؟ ايه العذر؟ الحاجة التانية انه اللعيبة الكبيرة لما بتبدأ تخاف وتبدأ تحس انها فقدة الشغف بعد نجاحات كتير زي تشافي على سبيل المثال، كان بلاج بيشاور على حاجة مهمة جدا. لما بيب جه وبدأت الثورة واي حد يمشي والناس كلها بتمشي والراجل ما عندوش عزيز ولا غيري طالما ان هو ما بيخدمش على اسلوب الفريق، دخل له تشافي في يوم وقابله وساله، قال له انا عندي سؤال واحد فقط لا غير، هل تعول علي؟ بيب قال له ما شوفش الفريق ده من غيرك، وما شوفش الفريق ده قادر يشتغل من غيرك. وبعد هذه المحادثة أعاد بيب إشعال شرارة تشافي، استمرت المحادثة بأكملها أقل من 20 ثانية. خد بالك من حاجة مهمة جدا، الكلام ده يبدو بالنسبة لك إن هو إنشا، لكن لما تيري أونري يطلع ويقول إن إحنا في طريقة لعبنا مع برشلونة كنا نعتمد على تشافي فقط لا غير علشان يخرجنا من التلت الأول للتلت الثاني، تعرف إن جوارديولا لما كلم تشافي، تشافي في قرارة نفسه مصدقه، ولما تصدقه يرجع من تاني الشغف جواك انك تعمل كل حاجة. الجزء الاخير وهو بالنسبة لي الجديد او على الاقل ما كنت شايفه ويمكن انت ما تشوفوش، ان بلاغ لما اتكلم عن الثورة اتكلم عن جزئين ليهم علاقة ببيب جوارديولا، الانسان اللي اغلب القصص اللي جاية لك عنه ان ده الراجل اللي ما كانش عنده الجرأة انه يواجه صامويل ايتو، واللي زلطن قال لك هو افضل مدرب في العالم لكن مش راجل، ما يواجهنيش، ما يقولش اللي جواه. بلاج راح لنماذج تانية بتقول ان بيب جوارديولا الانسان كان له مواقف اكتر من كده بكتير، هي على الزاوية المختلفة تماما. فبيقول بلاج، جوارديولا كان مرتبط ارتباطا وثيقا وعاطفيا بلاعبيه في برشلونة، وقال انه اضطر انه يغادر لانه اللعيبة هتأذي بعضها، لان كان في قرارات صعبة يجب اتخاذها. وفي سياق اخر كان بيقول جوارديولا شخصيا انا خلاص هنا فقدت الشغف. في بايرن لما حدث الصدام الثقافي في الحفاظ على مسافة مع بعض اللاعبين الالمان في الفريق، كان جوارديولا قريب من فيليب لام وكيميتش، وفي سيتي مع فريق صغير كان جوارديولا اخ اكبر وشخصية اب لفريق صغير جدا. الدليل على ده ان جوارديولا في مواقفه مع اللعيبه كان مخلي العائله الكبيره زوجات وصديقات اللاعبين بيتم اصطحابهم لمطعم اسباني شهير في المدينه علشان تكون اللعيبه موجوده مع بعض. لما ديفيد سيلفا راح له وقال له ان انا مراتي انجبت في وقت مبكر من وقت سابق في الموسم، كانت القاعده واضحه، ديفيد سيلفا لما تكون عايز تمشي قول واحنا هنتأقلم. وبعدها كان في فيديو شهير لما قال للعيبته احنا النهارده هنلعب علشان ديفيد سيلفا. دي الشخصية اللي مع لعيبة بخلاف إبرا بخلاف إيتو، كان جوارديولا شخص مختلف عن اللي في خيالك. آخر جزء بلاج حطه في موضوع الثورة كان له علاقة ببيب جوارديولا الأب، لأنه قال إن جوارديولا نادراً ما كان يطلع يقول أنا ندمان على حاجة. يتحمل المسؤولية أحياناً، لكن الشعور بالندم كان يشعر جوارديولا إنه مقصر في حق عيلته وفي حق أولاده وبناته، لما قال إن هوس جوارديولا بكرة القدم أدى إنه يشعر بالذنب والندم تجاه المقربين منه. افتكر لما غاب عن حفلة موسيقية كانت بنته بتلعب فيها في المدرسة لأنه نسي إنه يروح، لأنه كان بيتفرج على مقاطع مباريات بيشارك فيها ختافي
اللي كان خصم برشلونة التالي، وبعد ده راح جوارديولا في وقت كان بعيد فيه عن عيلته، لكن بعد كده راح وحاول ان هو يعوضهم عن هذا الوقت اللي كان مهدر، وحاول بعد كده انه يكون موجود. ثورة جوارديولا مبادئها وطريقتها وطريقة حفاظه على شغف لعيبته وطريقة الإقناع وطريقة التعامل والاحتواء وكل شيء ممكن، حاجات كتير وتفاصيل مش هتذكر كتير في الحكاية، لكن صدقني هي تفاصيل مهمة جدا بجانب أي عبقرية وأي لقطة شفتها في خلال المباراة.